يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول صليت الظهر ونسيت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، ولم أنتبه إلا بعد أن سلمت مع الإمام، فماذا يلزمني وهل أعيد؟ تعود بعد الإمام، تعود بعد ما سلمت، تعود إلى الصلاة، تأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تسلم. نعم.